الحقيقه النهارده حلقه الاسئله، حلقه النهارده كلها اسئله فقط، وهنجاوب لحضراتكم على اجابه كل هذه الاسئله هتبقى من خلال كلمه واحده بس، هي ان لماذا الاهلي دائما في القمه، او هو ده السؤال الرئيسي اللي هنجاوب عليه، لماذا دائما الاهلي في القمه؟ الاهلي في القمه ليه؟ لان انا خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا الحقيقه مجموعه كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي اتكلمت معايا وسالتني وسمعت اسئله بتدار او سمعت اسئله بتسال في الاعلام، والناس كلها بتسالني هو ليه دايما الاهلي هو المؤسسه الرياضيه الناجحه الوحيده في مصر؟ هو ليه دايما النادي الاهلي، الاسئله هقولها لحضراتكم اهو بالتتابع، ليه دايما النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي بيحافظ على لاعبيه بشكل او باخر؟ بمعنى ان هو ما تلاقيش لاعب من اللاعبين اللي في النادي الاهلي طلع ورفع قضيه على النادي الاهلي مثلا، او ما بتلاقيش ان النادي الاهلي عنده او عليه حجر في البنوك مثلا، او بتلاقي النادي الاهلي كل لاعبيه بيتم قيدهم بشكل سليم 100%، لانه النادي الاهلي هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. علشان كده الأسئلة دي مهم جدا 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 إن احنا نجاوب عليها. هو ليه النادي الأهلي بيفرق عن أي نادي في أفريقيا؟ ليه النادي الأهلي بيفرق عن أي نادي في مصر؟ ليه النادي الأهلي بيفرق عن أي نادي في المنطقة العربية؟ لأن النادي الأهلي آخر الموسم بيجي، أنا ليا فلوس، أنا كلاعب من اللاعبين ليا فلوس في النادي الأهلي، ليا 100 مليون جنيه مثلا، النادي الاهلي بيجي يقعد معايا يقول لي والله خد دي فلوسك، شكرا، متشكر جدا، سلام سلام، خدت فلوسك، الدنيا تمام، الدنيا لطيفه، شكرا ليك، انت اشتركت مع النادي الاهلي خلال السنه او السنتين او الثلاثه اللي انت كنت فيهم متواجد داخل النادي الاهلي وعملت اللي عليك، وبالتالي انت لازم تاخد فلوسك. هو ده النادي الاهلي، وبياخد مخالصته طبعا، والنادي الاهلي بياخد مخالصه من اللاعب، وبالتالي ده اول فرق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، أو هو ده اللي بيفرق النادي الأهلي عن أي حد تاني. النادي الأهلي، هل عمر حضرتك كأهلاوي سمعت عن إن النادي الأهلي مثلا عليه أي حجر في البنوك أو أي حجز في البنوك؟ ما تسمعش الكلام ده. ليه؟ لأن النادي الأهلي مؤسسة رياضية كبيرة لها اسمها، النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي أو مجالس إدارة النادي الأهلي على مر التاريخ دايما بتحافظ على اسم النادي الأهلي وعلى تاريخ النادي الأهلي وعلى بطولات النادي الأهلي وعلى أخلاق وعلى مبادئ النادي الأهلي، وده الأهم. كل مجالس إدارات النادي الأهلي وآخرهم مجلس الإدارة اللي متواجد حاليا بيحافظ على النادي الأهلي بكل الطرق وبكل الوسائل المشروعة اللي بيتاحها القانون لكل المجموعة اللي موجودة علشان أقدر أفضل النادي الأهلي. هل عمر حضرتك سمعت إن النادي الأهلي توقف له قيد؟ ما حصلش. ليه؟ لأن هناك دائما عندنا إدارة قانونية شايفة شغلها بشكل جيد جدا، عندنا جهاز إداري قوي جدا جدا داخل النادي الأهلي دايما بيحاول أن ينهي جميع المشاكل والإجراءات التي تكون من الناحية الإدارية، وبالتالي ما عندكش أي مشاكل. ولا عمر اتحاد كرة القدم اتعاق، أي اتحاد كرة قدم، مش دلوقتي، أنا بتكلم على مر الزمن من 1907 وحتى الآن. هل عمر حضرتك شفت إن النادي الأهلي اتوقف قيده مثلا لأي سبب من الأسباب؟ ما حصلش. ليه؟ لأنها مؤسسة، لأن النادي الأهلي مؤسسة اقتصادية كبيرة جدا جدا، عارف أنا بحط الفلوس دي فين، عارف أنا هيجي لي فلوس إمتى، عارف أنا هبيع اللعيب ده بكام، عارف أنا جبت اللعيب ده ب10 جنيه فأنا هبيعه ب20 جنيه. الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني اللي احنا كنا بنتكلم عليه من حوالي أسبوعين، الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني، لما أجيب لعيب زي مصطفى البدري أشتريه ب10 جنيه واروح اعيره ب5 جنيه يبقى انا دفعت فيه 5 جنيه فقط، ما دفعتش فيه 10. واللاعب بيروح يلعب في النادي اخر بيعار الى نادي اخر علشان النادي الاهلي يستفيد منه فنيا بعد كده. هو ده الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني اللي احنا دايما بنتكلم عليه خلال الفتره اللي فاتت. عشان كده انا دايما بقول لحضراتكم ان كل الاسئله اللي بتسال خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا تحديدا او خلال الشهر اللي فات بالكامل الحقيقه، كل ما حد يقف معايا يقول لي هو النادي الاهلي عنده مشكله هنا، اقول له الحمد لله ما فيش اي مشاكل. فيسالني ليه النادي الاهلي دايما بيعرف ان هو
يظبط اموره، بيظبط اموره لانه عندك مجلس اداره قوي، عندك اداره لكره القدم قويه، عندك اداره لكل الالعاب قويه جدا، وبالتالي كل حاجه معروف امتى بتحصل، بتاخد فلوسك امتى كل اول شهر، بتاخد مرتبك بينزل على الفيزا كارت من احنا من 2004 ولا 2003 بيحصل هذا الكلام، فبالتالي كل حاجه ماشيه بسيستم وكل حاجه ماشيه بطريقه. فكل حاجه مدروسه داخل النادي الاهلي، عشان كده ما تلاقيش دايما ان في مشاكل بتحصل داخل النادي الاهلي، وعشان كده الحقيقه كل الاسئله زي ما قلت لحضراتكم هي النهارده حلقه الاسئله، وانا عندي بعد قليل هوري حضراتكم حاجات علشان تعرفوا ما مدى او كميه الاشاعات اللي بتطلع على النادي الاهلي خلال هذه الفتره، والرد عليها بيكون سهل جدا وبسيط جدا. والحاجات اللي انا هقول لحضراتكم عليها او هتكلم مع حضراتكم فيها بعد شويه هي امور واضحه للجميع، ولكن بما انها داخل النادي الاهلي فالكل او في بعض من لا يشجع النادي الاهلي عايز يروح للنقطه دي علشان الجمهور يفقد الثقه في ناديه، او يداري عن بعض من لا يشجع النادي الاهلي يداروا عن نفسهم في بعض الامور السلبيه طبعا. فعشان كده دايما لازم نفضل نتكلم ولازم نفضل نقول، يعني ناس كتيره جدا بتقول لي اسلام يعني انتوا دايما بندافع وبنتكلم وبنقول، لانه احنا في الاخر لازم نقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل، والوعد اللي بيني وبين حضراتكم ان كل حاجه تظهر لحضراتكم على الشاشه بدون اي تجريح في حد وبدون ان احنا نخطئ في حد وبدون اي حاجه خالص. عشان كده النادي الاهلي او اجابه بعض هذه التساؤلات هقولها لحضراتكم في كلمه واحده بس، لماذا النادي الاهلي هو الفريق الوحيد في مصر اللي بيفرق عن كل انديه مصر وكل انديه افريقيا وكل انديه العالم او كل انديه افريقيا وكل انديه مصر؟ لان النادي الاهلي هو نادي مختلف، ولان النادي الاهلي هو نادي القمه. النادي الاهلي ما بينساش وعوده، الاهلي ما بينساش جماهيره، النادي الاهلي ما بينساش مبادئه تاريخه السابق، هو ده النادي الاهلي. سلمة بعد سلمة ليطول الاهلي السما، وادي اسمه فوق الكل وعلي ودولاب بطولات عمال يتملي يتشرف اللي انتمى. سلمة بعد سلمة ليطول الاهلي السما، وادي اسمه فوق الكل وعلي ودولاب بطولات عمال شرف اللي انتمى. الاهلي القمه اسم على مسمى، اهلي وفي دمي بتشجيع وبتباع، هتزيد وتعلي احسب لي وقول لي في السنه شوف كام بطوله حققناها. والرجاله مكمله، ده محلي وقري عالمي، وقدرنا نعدي بعيد عن اي مقارنه ومنتهي المساله. مرحله بعدها مرحله والرجاله مكمله، ده محلي وقري عالمي، وقدرنا نعدي بعيد عن اي مقارنه ومنتهي المساله. الاهلي القمه اسم على فكر وخطة وتكتيك ودراسة، نتيجته دباسة، ده شاطها رصاصة، معانا الكاس اترفع. إنجاز بالجهد الدفع والكل بحبه اندفع،